الحمد لله أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب. أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى أولئك بفضله وأضل الآخرين بعدله، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أخي في الله، هل ترغب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ هل ترجو رحمة باري البريات؟ هل تطمع أن تأتي يوم القيامة بعمل لم يأتي به أحد من المسلمين والمسلمات؟ إن أردت ذلك صدقا من قلبك فعملت عملا من هذه الأعمال ابتغاء وجه ربك، لنلت المرغوب ولا تحقق المطلوب بإذن علام الغيوب. والآن صدق أو لا تصدق، يمكنك أن تعمل عملا يستغرق نحو 30 دقيقة فيغفر لك به ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، ويمكنك أن تقول قولا يستغرق نحو 2 دقيقة فتغفر لك به ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، ويمكنك أن تدعو دعاء يستغرق نحو 10 ثوان فيغفر لك به الرحيم الرحمن ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، ويمكنك أن تقول قولا يستغرق نحو 3 ثوان فيغفر لك به ذنوبك والآثام وإن كانت مثل زبد البحر. أراك الآن أخ الإيمان قد اشتقت لمعرفة تلك الأفعال والوقوف على تلك الأقوال التي بها تنال الآمال ويغفر لك بها الذنوب والأثقال بإذن الله الكبير المتعال. وإليك الآن هذه الأعمال والتي هي بعنوان الوسائل 6 ليغفر لك ذنوبك في رمضان وإن كانت مثل زبد البحر. الوسيلة الأولى ذكر ختام الصلاة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه ومن والاه قوله: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث في صحيح مسلم. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه ومن والاه قال له: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تقولهن تلحق من سبقك ولا يدركك إلا من أخذ بعملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر دبر كل صلاة 33، وتسبح 33، وتحمد 33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وصحح الحديث الألباني: لقد أوصى النبي العدنان معاذا بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبه. فرد عليه معاذ قائلا: لأبي وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وروى الحديث أبو داود وصححه الألباني. وختام الصلاة معقبات لا يخيب قائلهن، فقد صح عن رسول الله قوله: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. والحديث في صحيح مسلم. وذكر ختام الصلاة يغفر به الخطيئات وإن كانت مثل زبد البحار والمحيطات، ولم لا؟ وقد صح عن النبي المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات قوله: من سبح الله في دبر
كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث في صحيح مسلم. ومن حافظ على ذكر ختام الصلاة أدرك من سبقه ولم يدركه أحد بعده إلا بإذن الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. والحديث متفق عليه. وخصلتان سبب لدخول الجنان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه ومن والاه: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبر 10. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال: فقال: 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان، فيكم يعمل في اليوم الواحد 2500 سيئة. قال: فكيف يحصيها؟ قال: يأتي أحدكم، الشيطان وهو في صلاة، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى شغله ولعله ألا يعقل، وأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. وروى الحديث ابن حبان وصححه الألباني. 4 كلمات 3 مرات بعد صلاة الصبح تعدل ذكر ساعات، ولم لا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويريت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث في صحيح مسلم. ذكر من قاله دبر صلاة الوداع: كان أفضل أهل الأرض عملا بإذن الله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ومن والاه: من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجلي، كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل مقالته. وصحح الحديث الألباني. من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه والسيئات ولو كانت مثل زبد البحر والمحيطات. الوسيلة الثانية: من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه والسيئات ولو كانت مثل زبد البحر والمحيطات. وقد صح عن سيد البريات عليه أفضل الصلوات والتسليمات قوله: من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروى الحديث النسائي وصححه الألباني. وذكر بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 10 مرات يكتب لقائله بهن 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات ويرفع له 10 درجات، وكنا له عدل 10 نسمات، وكنا له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروهات، ولم يلحقه في يومه ذلك ذنوب ولا
ولا خطيئات. فعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ومن والاه: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حافظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله عز وجل. فمن قالهن حين ينصرف من المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. وروى الحديث الطبراني، وقال الألباني حسن لغيره، وهو في صحيح الترغيب. وقد صح عن نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب، أي بعد صلاة المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. وروى الحديث الترمذي وحسنه الألباني، وهو في صحيح الترغيب. عمل يصارك نحو 2 ساعة يكتب لك به أجر حجة وعمرة تامتين، ولم لا؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وروى الحديث الترمذي وصححه الألباني. وذكر الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أفضل من عتق 4 من ولد إسماعيل، وذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أفضل من عتق 4 من ولد إسماعيل. فقد صح عن النبيل قوله: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. وروى الحديث أبو داود وحسنه الألباني. وقرأت آية الكرسي في دبر كل صلاة سبب لدخول الجنة بإذن الله. فقد صح عن رسول الله قوله: قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وروى الحديث النسائي وصححه الألباني. الوسيلة الثالثة: سبحان الله وبحمده 100 مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ومن والاه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث متفق عليه. وصح عن النبي المصطفى قوله: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الحديث ابن حبان وصححه الألباني. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث متفق عليه. الوسيلة الرابعة: صلاة التسابيح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع، فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود
السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك 75. في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وصح الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. الوسيلة 5، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد صح عن رسول الله قوله: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. الوسيلة 6، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه أو خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وصح الحديث الألباني. أظنك قد عرفت الآن أخ الإيمان أنه في 30 دقيقة يمكنك أن تصلي صلاة التسابيح فيغفر لك بها ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، وفي 3 دقائق يمكنك أن تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة، فيغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وفي 2 دقيقتين يمكنك أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيغفر لك بها ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وفي 10 ثواني يمكنك أن تدعو بدعاء النوم فيغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وفي 3 ثواني يمكنك أن تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وقد شوقتم من الفضائل فهل اشتقتم؟ وزجرتم عن الرذائل وكنتم في سكر الغفلة فهل أفقتم؟ فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم لعلمتم أنكم بغير وثيق توثقتم. فاطلبوا الخلاص من أسر الهوى فقد جد الطالبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخواني، تونيتم وسير القوم حثيث، وصفت أعمالهم وبعض أعمالنا كدر خبيث، وكم نصحناكم وربما ضاع الحديث، فهل أراكم تتذكرون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيقظنا الله وإياكم لمصالحنا، عصمنا من ذنوبنا وقبائحنا، واستعمل في طاعته جميع جوارحنا، ولا جعلنا ممن يرضى بالدون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأخيرا، إن أردت أن تحظى بمضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر قول سيد البريات: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديث في صحيح مسلم. تم الكلام وربنا الودود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.